اليوم اسمع بالاخبار انه اول مره يرفعون العلم العراقي على حدود تركيا العراقيه. اليوم لا اليوم 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 فقط يلا رفع العلم العراقي على الجانب العراقي. يا طيب شنو القصه؟ يعني معقوله ان نظام صدام قدر يدافع على العراق اكثر من عندنا؟ احنا تصدينا لنظام صدام لان هو فرط بمسائل العراق وسيادته. على صدام نعيب على صدام وهيجي بس قدر يحمي العراق من ايران، حمى العراق وحمى العراق من تركيا ايضا مو بس من ايران. يعني احنا ما نريد نقول انه صدام بطل، بالعكس انا حاول يقتلني صدام، قعد سنه ونص بالمستشفى. فلهذا انا استغرب يعني الحقيقه بكل صراحه اخ استاذ نجم، استغرب الموقف اللي يقول والله احنا ماكو علينا ضغط، علينا ضغط ونص. وانا مع الاسف ما اقدر اتكلم بكل صراحه بالتلفزيون، لا انت اللي هتسبب بمشاكل، بس اكو ضغط ونص واكو تدخلات سافره، وابرز التدخلات احكي لك جزء منها المكشوف هذا. اي من امريكا قالت احنا ما نقبل بفوز العراقيه وما نقبل بفوز علاوي لان ايران ستوقف المفاوضات السريه على الملف النووي وتنقله الى العلن. هذا بال 2010 الان. أي. الان من يضغط؟ هي كلها نفس الضغط. يعني الان امريكا عادت نفس الضغط هي وايران وتركيا. هذا تعال طبع وهذا لا تطبع وهذا سوي يعني تركيا معقوله ما حد يقدر يحكيها؟ يقول لها تعالوا بابا فتحوا المياه على العراق، طوحوا حصته الطبيعيه للعراق. معقولة ما حد يقدر يحكي ويا إيران على سدة مجال المياه إلى العراق، مجال الأنهر؟ معقولة؟ زين ممكن. هل نعم. العراق أصبح هيجي كسيح يعني لهالدرجة ما يقدر يدافع عن نفسه، ما يقدر حتى بالحكي ينقصف، أبوه يشتغل بالقصف ما يقدر يثبت بالأمم المتحدة رفض لهذا القصف. أقول لك هو شلون يحمي بلد؟ هي المنطقة الخضراء منطقة هالكبرى ما حيقدر يحميها. شلون تقدر تحمي بلد هو توقف قدام دول تمتلك ما تمتلك؟ يعني هي هسه احنا نعيب على صدام وهيجي بس قدر يحمي العراق من ايران، حمى العراق وحمى العراق من تركيا ايضا مو بس من ايران. يعني احنا ما نريد نقول انه صدام بطل، بالعكس انا حاول يقتلني صدام، قعد سنه ونص بالمستشفى والله انا عاكسته وكنت زين. دكتور